بنستكمل بعض التأثيرات السلبية للملوثات الغازية، واليوم بناخد الـ Adverse Impact of Ozone اللي هي التأثيرات السلبية لطبقة الأوزون والتأثيرات السلبية للبارتيكوليت مطرز للجسيمات اللي موجودة عندنا. يبقى هنتكلم على تأثيرات الأوزون وهنتكلم على البارتيكوليت ماترز اللي هي الجسيمات الدقيقة. لما نيجي نبص لطبقة الأوزون الـ Adverse Impact of Ozone اللي هي الـ O3، الـ O3 effect depend on climate characteristics and concentrations and durations of exposures. بنقول إنه تأثيرات الـ O3 بتظهر طبقا للطقس اللي موجود عندنا، الخصائص بتاعته والكونسنتريشن التركيز بتاعه وزمن التعرض لعملية الأشعة أو الأجزاء اللي خارجة من نتيجة طبقة الأوزون والثقب اللي حصل في طبقة الأوزون. الـ O3 causes reduction in lung function. أول تأثير بيؤدي إلى تقليل كفاءة أو وظائف الرئة عندنا، اللي هي lung functions، الوظائف الرئوية. causes skin cancers، من أهم الحاجات الضارة نتيجة ثقب الأوزون هو انتشار الكانسر في الجلد. دي من أهم الحاجات اللي هي وجود كانسرز في الجلد ووجود حروق شمسية، لأن زي ما قلنا الأشعة الضارة بتصل مباشرة إلى جسم الإنسان. الـ O3 increases atmospheric temperature، وجود نتيجة ما حدث في طبقة الأوزون بنلاقي إنه حصل زيادة في درجة حرارة الجو. الـ O3 inhibits plant growth and causes widespread damage to crops and forests. بنقول إن طبقة الأوزون أثرت على نمو النباتات، أثرت بطريقة كبيرة على حدوث بعض الخسائر في المحاصيل وفي الغابات. الـ O3 causes hospital admissions and several health effects including premature death. يبقى بنقول إنها سببت عديد من المشاكل الصحية وعديد من المشاكل اللي أثرت على كثرة عدد المرضى في المستشفيات و الموت اللي هو بنعتبره الموت في بعض الناس الموت المفاجئ زي ما احنا بنقول. لما نيجي نتكلم على البارتيكوليت ماترز والادفرس امباكت بتاعتها، البارتيكوليت ماترز هي عباره عن الجزيئات او الجسيمات زي ما احنا شفنا قبل كده، الجسيمات الدقيقه اللي بتنتشر، ممكن زي ما قلنا تكون جزيمات نتيجه اتربه، نتيجه دست، نتيجه بعض الصناعات زي الاسمنت، كل دي بتنتشر منها جسيمات دقيقه. طيب ان عندي في سمولر بارتيكل منها، في فاين بارتيكل منها، وفي بيج سمول بيج بارتس منها. يبقى انا عندي السمولر بارتيكلز ار مور دينجرس اند انجلر شيب ار مور هارمفول. اول حاجه في البارتيكليت، البارتيكليت الصغيره في الحجم اخطر من البارتيكليت الكبيره، وكذلك الشيب بتاعها بيأثر عندنا. البي ام او البارتيكليت ماتر بينج كومبلكس ميكشرز اوف سود سلفاتس ميتلز اند اشز، يعني بتبقى خليط من الدخان مع بعض المواد السلفايت مع مواد المعادن مع بعض الرماد اللي موجود عندنا. ممكن بعض هذه الجزيئات تبقى ضاره جدا للانسان سواء من ناحيه العين سواء من ناحيه حتى التنفس، ولذلك احنا بنلاقي الالترا فاين بارتيكلز اللي هي الجسيمات الدقيقه جدا جدا هاف ابيليتي تو بينتريت، ممكن تخترق دايركتلي كوزنج ميني ديزيز، ممكن تخترق حتى من الجهاز التنفسي وتصل الى الدم وتصل بعض الاحيان الى المخ، مما يسبب بعض الامراض الخطيره للكائنات الحيه اللي موجوده عندنا سواء كان انسان او حيوان. يمكن دي من اهم العناصر الخطيره في عمليه تلوث الهواء، والانبعاثات الغازيه او البارتيكوليت ماتر لها تاثيرات سلبيه. ان شاء الله في المحاضره القادمه هنتكلم على الكنترول لهذه الملوثات وازاي نحاول نخفض نسب هذه الملوثات، وشكرا.